ما حكم تغطية المرأة يديها في الصلاة؟ تغطية المرأة يديها في الصلاة أمر واجب، لا يجوز أن يظهر من جسمها شيء في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها، فإنها تغطي جميع جسمها عند الرجال غير المحارم، أما إذا كانت تصلي في مكان خال عن الرجال أو ليس عندها إلا رجال من محارمها فإنها تستر جميع جسمها مع الوجه. جزاكم الله خيرا.